بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا اصدقائي. طبعا حبيت انه فيديو نيوكاسل، اني عملت زمان فيديو مطول عن نيوكاسل، فيديو فيه كل شيء تقريبا، كان قبل سنتين قبل ما انها تفشل عمليه البيع اللي كانت في 2020. بطلب منكم طبعا حترجعوا تشوفوها، لما ارجع انشر هذا الفيديو بالفيسبوك بتويتر بيوتيوب حترك الرابط في التعليق، فبتقدروا تشوفوا الفيديو القديم اللي كان فيه المعلومات كامله عن نيوكاسل. ولاني حبيت اعمل فيديو جديد، الناس كلها عم بشوف التعليقات احكي عن نيوكاسل احكي عن نيوكاسل، فقررنا نحكي عن نيوكاسل. فقلت ممكن احسن طريقه نحكي فيها نطلع لايف عشان تكون اسئلتكم هي اللي تغنينا، هي اللي تطور حلقتنا اليوم وتخليها افضل من حلقه السابقه. اللي بيسالوني عن صحتي، انا الحمد لله الان خلص عديت المشكله الصحيه الاساسيه، الحمد لله عديناها، سيطرنا عليها، عارفين شو المشكله وماشي بالعلاج. ما دون ذلك يعني الامور بدها وقت، الحمد لله يعني هلا رجعت لدوامي طبيعي لشغلي طبيعي وكل شيء تمام. خلونا نبدا بالموضوع. اول معلومه شفتها دائما عم تنتشر كثير بين الناس، نيوكاسل اصبح اغنى نادي في العالم وثروته 400 مليار دولار، ولانهم بيستخدموا ثروه الشركه السعوديه المستثمره او الشركه السعوديه الاستثماريه والصندوق السعودي خلينا نسميه الاستثماري، وحطوا انه هو هذا هو الثروه تحت النادي. لا طبعا، يعني انت لما تشتري بقاله، انت لما تشتري بقاله بتحط فيها معك مليون، تشتري ب 10,000 ضل ثروتها مش مليون، يعني مش كل ثروتك بتحطها بمشروعك. فهذه معلومه خاطئه عم بتداولوها الناس. السعوديه ما اشترت النادي عشان تحط عليه ثروتها كامله، هو احد المشاريع اللي له اهدافه. ممكن الناس تسال طب ليش دوله بصندوقها الاستثماري بتروح تشتري نادي كره قدم؟ كثير في اسباب وكثير في اشياء فهمناها من مستثمرين مختلفين، العرب وغير العرب، الصينيين والروس والامريكان. اهم سبب انه لما تشتري نادي زي نيوكاسل 300 مليون باوند بتدفع لك عليه 400-500 مليون باوند، بصير نادي محترم بينافس بيصرف على حاله، فجاه بتلقى قيمته بالسوق 2-3 مليار، فبيربح له مليارين وانت فعليا تصرف سنتين ثلاثه زي ما عمل تشيلسي زي ما عمل مان سيتي، هذا نجح معهم بشكل واضح. السبب الثاني لاي حدا بيشتري نادي اللي هو علاقاته، اللي هو استثماره وعلاقاته الاقتصاديه، يعني هو هناك حيفتح علاقات مع مستثمرين بريطانيين، مع رجال اعمال بريطانيين، حيبلش يعمل مشاريع مشتركه حول بريطانيا، بتكلمش عن النادي، بتكلم عن الجهه المستثمره. والشيء الثالث اللي معروف كثير، لما تشتري نادي فهو جزء من القوه الناعمه، جزء من العلاقات السياسيه والاجتماعيه اللي بتفيدك في المستقبل بالتوازنات السياسيه. بالنسبه للي بيحكوا عن الطاقيه، طبعا انا للاسف انا كان في راسي 16 رتبه، فبدكم تستنوا شوي تنشيلها، يعني حسب الدكتور الجديه بدنا شهر ونص. نروح على الموضوع الثاني وهو موضوع مهم جدا، انه لما السعوديه تصبر على نادي واحد سنه ونص، نعرف انه فشلت عمليه البيع لاسباب مختلفه المره الماضيه. البعض اتكلم انه السبب الاول هو يتعلق في مسألة طبعا نعرف الخلافات اللي كانت موجودة سياسية في المنطقة، والسبب الثاني الصوت بعيد شوي، الناس بيقولوا لي الصوت بعيد شوي، هعلي صوتي أكثر على أمل إنه إن شاء الله يزبط معكم. السبب الأول بنعرف كنا نتكلم هذا، والسبب الثاني إنه في أندية في البريمير ليج ما حبت يدخل إلها منافس جديد ينافسها، فقرروا يصوتوا ضده. هذا ببساطة خلصنا الجزء الأول. الجزء الثاني والمهم اللي بدي أحكيه، أنا بالنسبة لي إنه لما تصبر سنة ونص على نادي واحد ومعك فلوس تشتري أي نادي ثاني بدك إياه في أوروبا، يعني أنا معي فلوس أشتري نادي ثاني ولكن صبرت على نادي واحد، معناها أنا شايف فيه شيء مش شايفه بغيره، أنا شايف فيه هدف استثماري كبير بيناسب الأهداف الاستثمارية والاجتماعية والسياسية اللي تكلمنا عنها. طب ليش نيوكاسل يعتبر هو الفرصة المثالية؟ أنا ب 2019 كتبت مقال قلت نيوكاسل أفضل نادي تستثمر فيه موجود الآن بأوروبا. السبب الأول وهو معروف، نيوكاسل نادي بتشجعه مدينة كاملة، تقريبا النادي الوحيد البريطاني اللي مدينة كاملة إله بس، ما فيش غيره، وكمان الجمهور دائما بيحكي إنه هذا النادي وراه 200,000 مشجع وين ما راح، هذا السبب الاستثماري، يعني البيئة الحاضنة موجودة. الشيء الثاني إنه هذا النادي له تاريخ، له أساطير، شيرر، كيجل، له تاريخ، نادي تقدم لاعبين، له بنعرف ملعبه، نعرفه بالبريمير ليج، له ثقافة البريمير ليج. فعملية بنائه ما راح تغلبك، يعني هو عنده الثقافة ما راح تغلبك كثير، ما راح ياخذ وقت كثير عشان يتجاوب معك، يعني هذا المسألة الثانية اللي بتتعلق في نيوكاسل. والشيء الثالث انه بالبريمير ليج وبيلعب بالبريمير ليج، وبالتالي في البريمير ليج في فلوس أكثر، في أفضل. الناس بتسألني عن ميلان، ليش الفرق بين نيوكاسل وميلان؟ مع انه بنفس الفلوس كنت تقدر تشتري ميلان، للعلم الميلان لما انباع أول مرة
او الانتر لما انباع الان الاثنين، شو الفرق؟ البريمير ليج، لانه بالبريمير ليج انت ضامن ملايين، ضامن مئات الملايين جايت لك. بالدوري الايطالي ما فيش هاي الفلوس. نيوكاسل قبل فتره كان دخله اكثر من يوفنتوس نفسه اللي هو اهم نادي في ايطاليا محليا. اللي بيسالوني عن قوانين اللعب المالي اللي بيسالوني عن قوانين اللعب المالي النظيف، قوانين اللعب المالي النظيف فيها مساله مهمه الان. انا كنيوكاسل مع اني اخالف قوانين اللعب المالي النظيف، مع اني اعمل مشاكل فيه، كيف يعني؟ اتخالف، اغرموني 10 20 مليون 30 مليون مش فارقه معي، اطردوني من الدوري الاوروبي سنه. انا بهمني اني انافسك في الدوري، لانه البريمير ليج هو اللي فيه فلوس، البريمير ليج هو اللي فيه المال، مش الدوري الابطال. البريمير ليج بيجيب فلوس اكثر من دوري الابطال فعليا. فبالتالي انا بهمني اني اكون قوي، يغرموني قانون العمل النظيف تمام. فانا مش هتفاجأ لو شفت نيوكاسل بيقول لك قانون العمل النظيف انا مش شايفك، عاقبني وغرمني وابنعني اسجل لاعبين زياده من قائمتي. المهم اني ابني فريقي اللي حشتغل فيه لسنين لقدام. طبعا انا حاط نقاط شوي قدامي على اللابتوب عشان ما انساها، اللي هي طبعا الان يعني مشان ما انساش الموضوع كامل بحيث يكون دائما. واحد بيسالني هل الموضوع خلى البريمير ليج اصعب؟ طبعا نيوكاسل اول ما يجهز البريمير ليج حيصير اصعب واصعب. ويصير طبعا اللي بيسالوني عن مواضيع ثانيه غير نيوكاسل، هي الحلقه بس لنيوكاسل. طبعا هذا الشيء معناها انه اول ما يجهز نيوكاسل، اول ما يصير قادر نيوكاسل ينافس، معناها الدوري صار في توب 10. كنا نحكي عن توب 9 للعلم، مش توب 4 ولا توب 6. الان صار في توب 10، في 10 فرق كل واحد عنده مشروع بشكل مختلف. الدوري هذا الشيء صار كثير صعب جدا. الان شو المطلوب من هذا المشروع؟ المطلوب من هذا المشروع خطوتين، الخطوه الاولى قصيره الامد والخطوه الثانيه طويله الامد. الخطوه قصيره الامد تتعلق كالآتي، انه لازم النادي ما يهبط، هذا اول شيء، لانه الفريق مهدد بالهبوط والفريق سيء جدا وله سنتين اسوء فريق بانجلترا بيلعب كره قدم. كيف انا بنقضه؟ بجيب مدرب زي الناس، مش ستيف بروس التقليدي جدا جدا جدا، بل اكثر من جدا جدا جدا. هذا خلاص شكرا، لازم يطلع المدرب، يجي مدرب بيقدر يحط كره قدم، هذا اول شيء. والفريق 100% محتاج حارس ومحتاج قلب دفاع، او ممكن حتى حارس وقلبين دفاع، هذا الاساس عشان ينجو من الهبوط. الان اذا الفريق نجي من الهبوط بالصيف بدك طقم خط وسط كامل، وبتكلم طقم خط وسط شو ما كان طموحك، سواء تضل بالدوري او تجيب الدوري. طبعا بيختلف مستوى اللاعبين حسب طموحك. انا شايف اهم شيء يعمله نيوكاسل بعد ما يغير طقم الوسط ويجيب مدافع ويجيب حارس مرمى، الفريق بصير مقبول يدخل بالجو، مش حيجيب الدوري من اولها. انا شايف انه السنه الاولى بنيوكاسل لازم ما تكون سنه القاب. اذا بدنا نتكلم عن استثمار صحيح منطقي، ما يندفع فيه مئات ملايين كثير وما تجيب نتيجه وتروح وتيجي اكثر، خصوصا انه اللعيبه صاروا اغلى من عصر الاستثمار الاول تاع ابراموفيتش او عصر مانشستر سيتي، اللعيبه كثير غاليين الان. فانا شايف الخطوه الاولى لازم تصير تنظيف النادي، ترتيب النادي، بناء البنيه التحتيه للنادي بنصف الموسم هذا والموسم الجاي. يعني بالاداره يكون في افراد اول شيء من ابناء النادي، وثانيا افراد بتفهم كره قدم واداره انديه اوروبيه عملاقه زي مع الماسيتي لما راح جاب تشيكي بجريستي وسوريانو، زي ما بنعرف بريحوك كثير، فاهمين على طول تك تك تك، فاهمين ما بتقعد تجرب بمئات الملايين، هذا اول شيء. ثانيا شبكه التعاقد مع اللاعبين، نيوكاسل من اسوء انديه البريمير ليج اللي بتقدم لعيبه باخر السنوات، ما بتصيد لعيبه، بتدفع لعيبه كويس بس بيطلع لاعب مش تمام. مدك تجيب شبكه كامله، شبكه سكاوتي، شبكه توظيف، فريق توظيف كامل باداره كره قدم كامله تكون احسن. وطبعا معروف لازم تراجع الصالات اللي هي دوري الابطال، يعني صالات تدريب، صالات الفريق كله، غرفه تغيير الملابس، كل هذه الاجواء اللي بتكون متوفره للاعبين لازم كلها تتحسن، لازم تاسس الاساس. انا هذا يعني دائما بذكر خبر قراته يوما ما في ديلي ميل، قال لك اول شيء وقعوه اداره السيتي لما جاؤوا كان تطوير ملعب التدريبات قبل اي قرار، قبل اي شراء لاعب. فهذه الامور لازم تتاسس، البنيه التحتيه لازم تتاسس، عشان بعد هذه البنيه التحتيه ما تصير بصير عندنا نيوكاسل قادر يكمل. المشروع الاول لازم يكون البقاء. طبعا بعد ذلك في صفقات مجانيه كثير متوفره، بروزوفيتش، كيسي بخط الوسط، انت عندك كوتينيو، اسكو، بتقدر تجيبهم لعيبه كويسين بتقدر تبلش تبني فيهم الفريق. اهم شيء ما يكون في استعجال، لانه الاستعجال معنى اموال عم تندفع كثير، كان بامكانك حتدفع ربحها بس لو بنيت المشروع على سنتين بدل سنه. المهم تضل بالبريمير ليج، البريمير ليج فيه الفلوس اللي بتخليك تبني. قانون لعب مال نظيف انا شايف انه عادي يتخالف. استثمار صحيح انا حكيت قبل ما يدخل على السعوديه من زمان،
هذا النادي ربما يكون افضل فرصه استثماريه موجود في البريمير ليج كلها. هذا طبعا بنكون احنا يعني خلصنا الموضوع. بدي اشوف اذا عنده اي اسئله. واحد بيقول لك رجعوا بلام وشرر، ما حيرجعوا وبلام وشرر ابدا يعني، حيخلوهم يدخلوا بالنادي على الاغلب. شرر اعتقد حيكون في يعني على الاغلب يعني شرر على الاغلب حيدخل في الاداره. بالنسبه لرايي بالموضوع انا شايف زي ما حكيت انه استثمار جيد. واحد بيقول لي كثرت تطبيل في موضوع نيوكاسل، حمزه طبعا اسمه، مش عارف وين التطبيل يعني، موضوع كل العالم بيحكوا فيه. تفتح ديلي ميل، تفتح ميرور، تفتح صحف اوروبيه اسبانيه ايطاليه تلقاها الرئيسيه عندهم، صحف ما بتحكي انجليزي. فالموضوع ما في تطبيل يا حمزه، الموضوع فيه انه انت شايف انه اي حدا بيحكي عن حدا بطبل ببساطه. صح، واحد بيقول نيوكاسل بده شغل كثير. طبعا نيوكاسل بده شغل بكل الزوايا، زي ما حكيت اداريا رياضيا كرويا صالات لاعبين كل الزوايا. نيوكاسل مشروع صعب جدا، بذكرني مشروع السيتي اللي اخذ 3 4 سنين تستقر. المشروع مش سهل نيوكاسل، لكن انت تاخذ نادي 300 مليون اول ما ترتبه بصير عندك مليار ومليارين وبكون هو المربح تبعك. مين انسب مدرب يقود المشروع؟ طبعا احسن مدرب موجود اللي هم بيتكلموا فيه براندن روجرز، خيار ممتاز. كنت بدي اقول انطونيو كونتي، مشكلتي مع انطونيو كونتي انه مستعجل، حيكون بده اللقب هلا، هلا بدي اللقب، هلا بدي اللقب، حيكون مستعجل كثير. هذا الشيء ما بحبش كونتي. روجرز اهدى، بيبني اهدى. لامبرد مدرب بيعرف انجلترا جيد، انت بدك واحد يعرف البريمير ليج اول شيء وبيعرف شو ناقصه عشان يضبط نفسه بالدوري. بدك مدرب شاب، بدك واحد كثير كبير بالعمر يجننك. فانا شايف انه هذه الخيارات. يعني في ناس بتسألني هل سيندم كبار انجلترا على عدم الدخول في السوبر ليج؟ بالعكس، انت لما تخلي نيوكاسل سوبر ومعاه فلوس انت عم بتخلي السوبر ليج هو البريمير ليج. انت لانه بكره لما نيوكاسل يصير اقوى حيجيب رعاه للبريمير ليج زياده، والدوري يصير اقوى يصير فيه فلوس اكثر، معناها كل شيء قيمه البريمير ليج عم بتزيد. فهو السوبر ليج تاعهم البريمير ليج. شو الفرق بينه وبين استثمار باريس؟ في فرق كبير. استثمار باريس كان، خلينا نكون واضحين للي ما بيعرفوا، كان جزء من استثمارات قطريه عامه في فرنسا، مش بس النادي، يعني هو جزء من منظومه اكبر. وكان هدفه فعلا نادي ممتاز عنده تاريخه ويبنى بهدوء هناك على امل انه يصير نادي من الانديه العالميه ويصنع يكون هو محور الدوري الفرنسي. يعني هذه كانت الفكره بصفه انه باريس مدينه اقتصاديه مهمه. لكن الدوري ضعيف، وهو بيعرف انه الدوري ضعيف باريس سان جيرمان، وبيعرف انه امله الوحيد للنافذه العالميه هو دوري ابطال اوروبا. الفرق الرئيسي هون انه نيوكاسل نادي اصعب العمل عليه. في سان جيرمان انت بتجيب باستوري ولا فينسي بتروح جايب الدوري. في بريمير ليج لو جبت باستوري ولا فينسي ممكن تطلع التاسع او العاشر، فاصعب المهمه اصعب. لكن الدوري بيئه خصب اقتصاديا افضل، هذا الفارق. واحد بيقول ليش ما يروح فالفيردي عند نيوكاسل؟ مقتنع انا بفكره فالفيردي لانه بيجيب نتائج. رفع بنيتز يرجع، ما ظنيت وما برحب صراحه. انا حاخذ كمان سؤالين ان شاء الله منكم. واحد بيقول يجيبوا مارك اوبرمارس كمدير رياضي. خيارات المدير الرياضي اعتقد كثير الموجود الان، بس بدها هدوء وبدها يدور الموضوع الى وين الدوري الانجليزي. اذا حاليا صرنا نضطر نحضر 6 مباريات، كمان ناديين ينباعوا. انا متوقع للعلم كمان ناديين 3 ينباعوا بعد كورونا. متوقع عندي كثير تنباع في البريمير ليج وبالعالم كله، لانه المستثمرين اللي حييجوا من الصين ومن امريكا ومن روسيا حيقول أندية أرخص فحيستثمروا فيها. واحد بيقول لي مش أرسنال أحسن؟ أرسنال أغلى بجزء 10 أضعاف. واحد في واحد هنا بيسألني بيقول لي هل اللاعبين السعوديين حيروح لعب بالنادي؟ لازم نفرق بين استثمار وبين أكاديمية. هذا مش استثمار للسعودية، هذا استثمار اقتصادي سعودي، مش استثمار للرياضة السعودية. لازم نميز، يعني مش وزارة الرياضة السعودية أو اتحاد كرة القدم السعودي اللي اشتراه، هذا استثمار اقتصادي مطلق للسعودية. بتفكر فيه باستثمار سعودي، مسألة اللاعبين يطوروا إذا لازم يثبت نفسه إنه بيقدر يمثل في إنجلترا عشان يروح يلعب في إنجلترا. أرسن فينجر يرجع؟ لا طبعا لا، مدرب كثير كبير عمرا وبعد كثير، وأتمنى ما يرجع. ناس بيقولوا لهم خذوا من عندنا كومان وخذوا سيرجيو روبرتو، تضحكوا على نيوكاسل، حرام عليكم يا شباب. ليش الليغا فيها استثمارات؟ لا فيها استثمارات، بس زي ما حكيت الفارق انه العائد اسرع في البريمير ليج، مضمون في البريمير ليج، التمويل موجود. فانت اول ما تسنطر النادي وتخليه كويس بس بيصرف على حاله، زي ما تشيلسي الان بيصرف على حاله، السيتي بيصرف على حاله. هذا الفارق الحقيقي في هاي الانديه. اسهل لك تستثمر في دوله فيها سياحه اصلا، بتيجي على الملاعب وتذاكر اغلى من اي مكان ثاني. كم سنه بتعطيهم لعند ما يصيروا من النخبه؟
انا شايف منطقيا 4 سنوات، يعني عمر المشروع الرياضي من 4 لـ5 سنوات، يعني بنتكلم واحد انسو الموسم هذا يعني 21 22 انسو، لازم على 25 26 نسمع نيوكاسل توب فور، نسمع نيوكاسل راح ينافس. اتمنى ما يكون في استعجال. انا بقول احنا، انا بعرف حالي احنا العرب احنا بنحب نستعجل، اتمنى ما يكون في استعجال. مين افضل لاعبين لازم تعاقدوا معهم؟ هلا بهمنيش، مهم يعني لازم حارس ومدافع، ومدافع يكون كويس، مدافع يكون من المدافعين البريمير ليج اللي بيعرفوا البريمير ليج، وحارس بيكون حارس كويس ايضا من حراس البريمير ليج اللي ممكن يفيدوك، وبعديها بنتفاهم على اي شيء ثاني. مهم انقاذ الفريق. بعد ذلك الفريق لازم يجيب جوده، فريق ما بيلعبش كره قدم اخر سنتين، لازم يجيب لاعبين يمسكوا كره، خط وسط يمسك كره، اظهره تمسك كره، تلعب صح، يعني هذول المطلوب جدا. كوتينيو لنيوكاسل مش هستبعد اشوف هالصفقه، واعتقد كوتينيو في البريمير ليج حيرجع شيء جيد. واحد بيقول لي مونشي كمدير رياضي، مونشي تجربته ب يعني مع روما خلتني اخاف منه لما يطلع من اجواء اشبيليا او عقليه اشبيليا. واحد بيقول لي عقليه الفوز لا تشترى، هذا المشروع بده 5 7 سنوات، عادي لو 5 سنوات وعادي لو 7 سنوات، بس نيوكاسل للعلم ما هذا حكيت انه في جينات ثقافه البريمير ليج، النكد البريمير ليج، الفوز بالبريمير ليج، فبدك سنتين وبتصحى هذا الشيء. بتحس انه 340 مليون قليل؟ طبعا هذا النادي بتاريخه بثقافته بانه جمهور كامل وراه بدوري انجليزي بحقوق بث مرعبه مضمونه، 340 مليون كثير قليل كثير قليل. ولا العلم مالك نيوكاسل، وانا بعرف من اشخاص اخرين صراحه بلش المفاوضات على 600 مليون و500 مليون، والان بالصبر يعني ظلت السعوديه صابره استنت الفرصه الذهبيه، الان فريق بده يهبط كورونا تعال 300 مليون، فانا مش شايف انه الموضوع كبير. واحد بيقول لي مورينيو عن نيوكاسل، اتمنى لا، اتمنى ما يجي مدرب عنده الانا كثير مسيطر على نفسه، انا اتمنى يجي واحد صبور يمشي بالاستراتيجي يمشي بالمشروع. انا بحب مورينيو جدا بس اتمنى لا. بيقول لي في ناس امريكان اشتروا انديه ايطاليه، امريكان اشتروا انديه ايطاليه والصينيين اشتروا انديه ايطاليه، لكن كلهم بعد فتره عم بيرجعوا بدهم يبيعوا، لانه ولا واحد فيهم قادر يخلق الموديل التجاري الكافي انك تكبر وتصرف. كل الأندية الإيطالية والفرنسية مشكلتها الحقيقية الآن إنها قائمة على إنها تشارك بدوري أبطال أوروبا عشان تنمو. شفت الإنتر عشان يجيب دوري باع نص الفريق، والزلمة لسه بدور على حدا يكمل شراء وبيع. واحد بيقول لي بدهم أقل شيء 3 سنوات، طبعا. وأنا برجع أحكي هذا استثمار، وفكرة استثمار يعني استراتيجي، في فرق بين أضرب وهرب، يعني بيع واشتري هو استثمار، فلازم يكون لازم يكونوا كثير هاديين، وأنا أعتقد حيكونوا كثير هاديين، وأنا بعرف إنه في مشاريع جاهزة حول نيوكاسل، وفي دراسات رياضية كبرى حصلت قبل ما يقرروا يشتروا نيوكاسل. بعرف كم نادي درسوا من معلومات من أصدقاء، بعرف كم نادي شافوه. واحد بيقول لي بوتيجي كمدرب، أنا أتمنى الآن بالشتاء أو بالآن المدرب اللي يجي مدرب ينقذك من الهبوط، مدرب بيعرف بريمير ليج بيعرف ينقذك من الهبوط، بعدين بنتفكر مين المدرب اللي ياخذك للمستوى الثاني. واحد بيقول لي هذا ممكن تكون الضربة القاضية للأندية الليغا. أنا من الناس اللي يعني باخذ كثير فضل للليغا على كره القدم وعلى تطوير كره القدم، حتى تطوير الكره نفسها بكره البريمير ليج اخر السنوات، لكن للاسف كورونا فرقت. الانجليز اشتغلوا صح على انديتهم، والاسبان ما اشتغلوا صح على انديتهم، فالانديه الانجليزيه اخذت فرق كبير من الاجواء اللي بتحسها ايجابيه اكثر في كل انديتهم، بالمستوى اللي بيعطوه، برجعت الجمهور الاسرع، اخذوا مسافه للاسف واضحه بالمستوى. لكن خلينا نحكي دائما الاسبان قوتهم بفلسفتهم بمساله المواهب بالاكاديميات بصيد اللاعبين، وهذا اللي بيكون مهم جدا. أليجري وسيميوني، طبعا أليجري صعب يطلع من اليوفي، سيميوني ممكن تكون تجربه ترى، يعني يكون اذا هو حابب يطلع ممكن يكون تجربه مفيده جدا لنيوكاسل، لكن انا اشك انهم حابين يقدموا اداء بشبه اداء سيميوني، اعتقد اكثر حيكونوا حابين يلعبوا اداء طبيعي كره قدم من الامام، كره قدم هجوميه طبيعيه. واحد بيقول لك بدهم كابتن ماجد وياسين ينقذهم، الان نعم، بعد 3 سنوات اعتقد لا، اتمنى نيوكاسل. طبعا حيرد علي ابو عواد حبيبنا، طبعا انا الان حاخذ اخر 3 اسئله. بيقول لك واحد يا رب يهبط نيوكاسل للدرجه الثانيه، ما بعرف اذا بتعرفه هبوط النادي في انجلترا يعني نهايته، لانه اصلا بياخذ مستحقاته، وبالتالي بترجع تبني وبتطلع بعد سنه، يعني الموضوع حيفرق سنه، وللعلم مش كثير حينهار الدخل تاع نيوكاسل لانه جمهوره مضمون في ملعبه بالاسعار نفسها، يعني ما حدش يفكر انه الهبوط لو حصل، تخيلوا ما اسوء الموضوع، لو حصل الهبوط ما حيكون اي شيء الا انه تبطئه المشروع ربما 6 شهور او 5 شهور مش اكثر، حتى مش سنه بس مش اكثر، والموضوع حيضل طبيعي، خاصه اني قلت اني انا متوقع اشوف مخالفه صريحه لقانون اللعب النظيف عشان اختصار المسافات واختصار الوقت.
ليش مو أرسنال؟ حكيت طبعاً ليش مو أرسنال اللي بيسألوني، إنه أرسنال قيمته كثير أعلى، وبعدين بعد ما تشتريه وتكبره بصير غير قابل للبيع لو أنت ناوي تبيعه. يعني مان يونايتد لما فكر ينباع فيه كان بأربع خمسة مليار، لما تقول مع واحد تقول له هات لي خمسة مليار وبعطيك إياه، شلون راح تدفعت لك خمسة مليار بعدين شو اللي يعمل في النادي؟ ما أندية كرة القدم ما بتربح، يعني أرباح كرة القدم 10-15 مليون، عشان أرجع خمسة مليار أنتوا عارفين يعني كم بدي 100 سنة، بدي 200 سنة، 300 سنة عشان أرجع فلوسي، هذا مش استثمار منطقي. فمن هون بيجي منطق إنه أنت تشتري نادي صغير تكبره عشان إذا أنت ناوي تحس إنه صار عندك قيمة اقتصادية أكبر تقدر تبيعه وتقدر أيضا تتصرف بمنطقية أكثر. كونتي حكيت مدرب كويس بس مشكلتي معاه إنه حيكون مستعجل. أتمنى مدرب عنده خبرة، برجع أكد أتمنى مدرب عنده خبرة، أو إذا نجيب مدرب بدون خبرة نجيب مدرب عنده الكرة اللي هو زي لامبارد مثلا، وأتمنى يكون خبرة بريمير ليج في المرحلة الأولى. حكينا عن كونتي، هلا حاخذ آخر سؤال. بنزيما والكرة الذهبية هذا مش حلقتنا أنا آسف، يعني اعذرني يا حبيبي أحمد، بس مش حيفوز بالكرة الذهبية بنزيما أنا بأضمنك. بين إسكو كوتينيو إلى نيوكاسل، هذول الثلاثة مع بعض حيكونوا جيدين لكن الثلاثة خاملين، الثلاثة مع بعض حيعملوا مشكلة، حيعملوا نوع من الكسر الفارق، لكن ما بفضل هيك، بفضل بدك تجيب لاعب تجربه تجيب واحد بس على أمل إنه يرجع. ممكن يكون داخل مشروع نيوكاسل الجديد؟ زيدان ممكن يدخل في مشروع نيوكاسل؟ أتمنى والله، يعني زيدان صبور منطقي نفسه يخوض تجربة البرلين، أتمنى. زيدان رجل يعني عينه جميلة في كرة القدم. هل هذه التجربة تضر بالاعتماد على المدارس الكروية؟ بالعكس، يعني هذه شغلة لازم نفهمها. أنا لما يجي نادي غني ومعه فلوس بده يشتري لاعبين، هذا صح هو أكاديميته حتبطل مهمة. يعني أكاديمية السيتي مثلا قبل مانشستر سيتي ما تيجي له ممكن يجي كانت أفضل، تطلع لعيبة أكثر لمين؟ للسيتي. لكن لما السيتي رفع مستوى أكاديميته بطلت تطلع لعيبة للسيتي نفسه إلا لاعب لاعبين، فصارت تطلع لعيبة للبريمير ليج نفسه لاعبين على مستويات أقل. وهنا شو الميزة؟ انت لما يجي نيوكاسل حيستثمر باكاديميته كثير، ايضا حيرفع مستوى اللاعب اللاعبين اللي حيوصلوا لنيوكاسل، الباقيين حيروحوا يغذوا الانديه الثانيه بانجلترا. بلس شيء ثاني، النادي اللي اكاديميته كويسه وبيهتم فيها نفرض بورنموث على سبيل المثال، حيصير اللاعب اللي بيستثمر فيه نص مليون يورو لنفرض حيقدر يبيعه ب 50 بدل ما يبيعه ب 30 لانه صار فيه فلوس اكثر في كره القدم. فكل ما دخل فلوس اكثر في كره القدم، كاش اكثر في كره القدم، كل ما كان الموضوع احسن لرفع مستوى كرة القدم. هذا الشيء تعلمناه من أيام ما بلاتر بلش يفكر بالفلوس لليوم. في واحد بيقول ستيفن جيرارد، أعتقد ستيفن جيرارد خيار جيد بس فيه طبعا مغامرة لأنه ما شفناه بالدوري الإنجليزي. الآن أنا مو شرط ينجح نيوكاسل، حينجح أنا حطمنك، يعني ممكن يتأخر النجاح طول ما في فلوس، طول ما راح تنجح. هذه بسيطة، يعني أنا أذكر يوم ما كنت أناقش شخص يعني خبير إعلامي درمي خبرة، فتكلمنا عن مسألة بعض الشركات الإعلامية اللي بتطلع معها فلوس وكذا، فكانت منطقيته إنه قبل 7 سنوات وكلام طلع صحيح، قال لك طول ما في فلوس معك وضلك تصرف بالأخير حتنجح، حتخسر المرة الأولى تفشل المرة الأولى الثانية، اللي ممكن يصير اسمه تأخير لكن مش فشل، بالنهاية راح ينجح. تتوقع يدخل نيوكاسل صفقات شتاء؟ أنا أتوقع 3 لاعبين بالشتاء على الأقل. هل نسبة التنافس بين العرب على في الأندية؟ حيكون تنافس جميل، يعني أنت الآن نيوكاسل اللي بيلعب مع مانشستر سيتي صار ديربي بين السعوديه، جمهور السعودي وجمهور الاماراتي، نعم علاقات طيبه وناس تحب بعض، بس كنت اقلب فيها تنافس حتكون جميله. ولو شفنا ملكيه الدوله الثالثه بنادي اخر في انجلترا ايضا حيعمل هذا الشعور الجميل، فعم بخلق لنا قصص عربيه لنا احنا. واحد بيقول يرجع فالفيردي على برشلونه، والله انا لما انطرد كنت زعلان كثير، وبتذكر في ناس هجمتني كثير لاني كنت زعلان، لاني مش منطق تطرد مدرب عشان السوبر، بس بحكي لك عشان هيك. ملعب نيوكاسل وسعو، هل حيطوروا ملعب نيوكاسل؟ اعتقد تطوير الملعب حيكون الخطوه الثانيه بعد سنتين لما الفريق يستعيد الثقه بين الجماهير، كثير مهم تستعيد الثقه مع الجماهير، كثير مهم تفتح خط تواصل مع الجماهير. حوصل الان واحد بيقول لي بيلسا، اتمنى لا، واللي بيسالني مين فريقك المفضل الكل بيعرف اني بشجع نيوكاسل. والسلام عليكم ورحمه الله، كنت معكم محمد عواد.